بشهود الجماعة كلهم. اي لك هدية قيمة يا عدولة. اي هدية قيمة اللي تمر عليه. نشارك احمد الهديه. لا بس حدونا بس ابي منك طلب واحد بس. وطلب بسيط بس. اطلب اي هديه تبي، سياره، جوال، اللي تبي. قد الهديه قده والله قده. بس ابي شيء واحد منك ابو عبد العزيز، ومو بياخذ منك ترى وقت واجد. ابيك تسوي بس مكالمه. مكالمه حق المدام. طيب اي، وتقول له انك عزمت تتزوج حرمه ثانيه، ولك اللي تابي يا ولد عمي. ايه صعد يا هدية قايمة يا الدولة. على الهدية. ايه على اني بنطق. قبل الهدية. هدية قايمة. قاعد بحصل له سيارة. هدية هدية يا ولد عمي قايمة. كلهم مكالمات. ايش دخلكم انت فيا؟ ليش تسبوا مشاكل ليا؟ نبي لك الرزق يا ثور. الباقي يجيني الرزق. منطق في البيت طق. السياره بتظل عندك على طول. اي بتصوت عليك ساعه ساعتين وخلاص، بس السياره على طول. ايه لا وبشك. لا لمده شهر انا اعبيها لك بنزين. بعد والله عرض قوي. اعبيها لك بنزين لمده شهر. ساعه وين بتقوم؟ وصل الخبر وصل بعد تقول ليش ايش مسويتك انا؟ تدري انا احب وعشقها. ايه فيك انت فيك انت بس انا ما اقدر انا. زين يا ولد عمي سؤال صريح صار، انت ما تبي تتزوج ثانيه لانك ما تقدر في المدام ولا لانك تخاف؟ لا بقدر في المدام احسن. لا تترقع.